مساء الخير. مليئة الدنيا وشاغلة الناس هي الانتخابات الأمريكية التي ستؤثر على كل مناحي الحياة في عموم كوكب الأرض. وبينما كان السوريون كغيرهم يترقبون النتائج، خرج عليهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس شيفري معلنا انتهاء مهمته في الملف السوري، إلا أنه وعد بعدم تغيير سياسات بلاده تجاه سوريا. هذه السياسات التي خبر منها السوريون افسح المجال لقتلهم وتدمير منازلهم على مدى عقد كامل من الزمن بأسلحة بشار الأسد وروسيا المحرمة دوليا قبل التقليدية. فالشعب الذي استيقظ عدة مرات على رائحة الأسلحة الكيماوية وفقد عشرات الأطفال من أبنائه نتيجة القصف، يرى بعضه أن كل دول العالم ضده، حتى الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ولكن سياسة ترامب باغتيال قادة الميليشيات الإيرانية والعراقية وعلى رأسهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانت نوعا من الثأر لهم، ولو أنها لا تعيد ما قاموا بفقدانه. حاليا جيمس شيفري وعد بالتضييق على حزب العمال الكردستاني البيكيكي حتى إنهاء وجوده شمالي شرقي سوريا إرضاء لتركيا، وتوسيع أيضا العقوبات على نظام أسد والتي تعتبر في بدايتها حتى الآن، وضرب المخططات الروسية ضد السوريين خاصة ما تحيكه للاجئين. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب إعلان جيمس شيفري استقالته من منصبه في الوقت الراهن، وما هي الرسائل التي يريد توجيهها من خلال إعلانه نية بلاده القضاء على حزب العمال الكردستاني في سوريا؟ وهل فعلا ستواصل أمريكا ضرب المخططات الروسية في سوريا، أم أن ذلك تصريحات إعلامية للضحك على ذقون؟ ولماذا يتخوف السوريون من تغيير إدارة ملفهم في دوائر السياسة الأمريكية؟ ألم يقتلوا منذ بداية عهد أوباما ومن بعده ترامب ولاحقا جو بايدن والذي كان يشغل منصب نائب رئيس أوباما؟ وهل فعلا ستبقي الإدارة الجديدة للبيت الأبيض على سياسات جيفري ومن خلفه ترامب تجاه روسيا في سوريا وتجاه إيران بالتنسيق مع إسرائيل؟ أم أن حديث جيفري لا يعني شيئا بعد تركه لمنصبه؟ هذا ما سنناقش في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. أعلن جيمس شيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا الاستقالة من منصبه. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. Good morning everybody. Good to see you again. أعلنها جيمس جيفري في موجة التغييرات الأمريكية بأنه استقال من منصبه كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وذلك خلال اتصالات أجراها مع زعماء أوروبيين وعرب ومعارضين سوريين بحسب جريدة الشرق الأوسط. الاتصالات تمحورت حول التأكيد على استمرار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية القائمة تجاه سوريا حتى مع تغير الإدارة الأمريكية بموجب وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض حسب النتائج الأولية التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية. لم يكتفي جيمس جيفري بهذا التطمين، بل ذهب بمقابلة مع موقع سوريا على طول لأبعد من ذلك من خلال الكشف عن سياسات بلاده للتضييق على حزب العمال الكردستاني البيكيكي حتى إخراجه من سوريا إرضاء لأنقرة التي تسعى واشنطن للتنسيق الوثيق معها في شمال شرق سوريا على غرار باقي المناطق. ومن أواخر إنجازات جيفري إفشال مساعي روسيا لعقد اجتماع دولي في دمشق لمناقشة ملف اللاجئين السوريين، حيث نجح بإقناع الدول الأوروبية بعدم المشاركة، فيما سيرسل لبنان والأردن دبلوماسياً منخفض المستوى لحضور الجلسة الافتتاحية، بينما أبلغ ممثل الأمم المتحدة في دمشق وزارة خارجية نظام أسد خطياً أنه سيحضر بصفة مراقب، وبالتالي لن يشارك بالاجتماع المقرر عقده يومي 11 و12 من الشهر الجاري سوى كوبا والفلبين وإرمينيا وإيران. وليس من المقرر تغيير السياسات الأمريكية تجاه سوريا بما فيها العمل على ضرب الوجود الإيراني على الأقل حتى يشكل جو بايدن إدارته الجديدة، فيما من المتوقع أن يخلف جيفري في منصبه نائبه جويرو بارن، حيث حضر جميع اجتماعاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه منتصف عام 2018.
وللحديث أكثر ينضم إلينا المعارض والسياسي صلاح الدين الحموي، معنا من إسطنبول. كما ينضم إلينا من أوسلو رئيس المجلس الوطني الكردي في النرويج محمود برو. مساء الخير وأهلا بكما. دعني أبدأ معك أستاذ صلاح الدين، كيف تنظر إلى استقالة جيمس جيفري في الوقت الراهن؟ هل فعلا يعني هي لانتهاء المدة المخصصة لمهمته، أم أنها يعني تزامنها مع الانتخابات الأمريكية له دلالة ما؟ تحية لك وللمشاهدين المستمعين جميعا. طبعا يعني حتى لا نضخم مسألة الاستقالة، يعني هو موظف بالنهاية كما كان الذي قبله والذي قبله ابتداء من فرد ثم الذي حتى، فطبيعي هذا التغيير يعتبر طبيعي. لكن السرعة والمفاجئة بعد الإعلان عن نجاح جون بايدن، هذا الكلام ملفت للنظر، لكن هل نعول عليه كثيرا؟ لا أعتقد، يعني ضمن حدود معينة ممكن، لكن يعني لا يعول يعني عليه كثيرا. ما المقصود بالتعويل عليه؟ التعويل على الاستقالة، التعويل على المبعوث القادم؟ يعني قصة موظف، أنا برجع بلخص أنه هو موظف، يعني يتكلم وبدأ التصريحات بعد أن أعلن استقالته، كما أتحفنا بكثير من التصريحات فرد ولقاءات صحفية مطولة وتكلم عن الملف السوري. هذه المسألة بالنسبة للسوريين لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تدفئ من كان يشكو من البرد ولا من هو جائع ولا من هو خائف من القصف الروسي المتكرر والمستمر، كما تفضل تقريركم وتفضلتم 10 سنوات ونحن نقصف والأمريكيون يصرحون، نحن نذبح وهم يصرحون بمؤتمرات صحفية وبلقاءات صحفية وبتصريحات نارية وأحيانا مع الأسد وأحيانا ضد الأسد. والحقيقة هذه السياسة الأمريكية، كثرة التصريحات حتى المتضاربة، لكن واقعا على الأرض لا نرى بل لا يسمحون بالاقتراب من أي حل، يريدون فوضى أن تستمر في منطقتنا لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب السوري وتهجيره وتدميره وتدمير البنى التحتية، ربما حتى يستطيع أن ينفذوا مخططاتهم التي تقوم على التوسعة الإسرائيلية في المنطقة العربية. نعم أستاذ محمود، كيف تنظر إلى استقالة جيفري في الوقت الراهن، وخصوصا تصريحاته أنه الإدارة الأمريكية مستمرة بسياستها بما يتعلق بسوريا وهي القضاء على البيكيكي في شمال شرقي سوريا؟ تحية لك أخت أحلام ولمشاهدينك الكرام. حقيقة استقالة في الدول الديمقراطية وفي هكذا مستويات أمر طبيعي، كل من يقرر مصيره بنفسه يستقيل لغاية في نفسه. لكن بالنسبة لنا نحن في سوريا وفي المنطقة الكردية، يبدو أن هناك تمييز أو يبدو أن هناك ترجمات مختلفة لهذه الاستقالة. هناك من يفكر بأنه استقالته قد تكون في خدمة الشعب السوري وقد تكون في خدمة المعارضة السورية، وهناك من يترجم ذلك على العكس تماما. لكن أمر الاستقالة باعتقادي، يعني نحن هنا لا نناقش الاستقالة، نناقش مآلات هذه الاستقالة، وخصوصا أنه الأستاذ صلاح الدين أيضا أتى على هذا الموضوع. من المعروف لدينا جميعا أنه الإدارة الأمريكية وحتى الإدارات الأوروبية وما إلى ذلك، المبعوثين يتم تغييرهم بين فترة وفترة، تنتهي المهمة الموكلة إليهم وبالتالي تأتي وجوه جديدة. مع الوجوه الجديدة، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ هل سنرى ذات المسيرة لجيمس جيفري أم سنرى مسيرة أمريكية جديدة؟ هذا ما أقصد به بسؤالي. نعم سؤالك واضح أخت أحلام، لكن ممكن تعطيني المجال لأقدم لك ولمشاهديك لب الموضوع. يعني بالنسبة للسياسة الأمريكية، إذا تغير جيفري وإذا جاء روبان أو جوي روبان وإذا تغير جيفري وجاء آخر، لا يغير من السياسة الأمريكية قيد أملة، لأن السياسة الأمريكية هي سياسة ثابتة لا سيما الخارجية التي تبحث وبالدرجة الأولى عن مصلحتها الاستراتيجية سواء كانت في منطقتنا أو في جميع أنحاء العالم.
سيناريوهات عديدة، منهم من يتأمل مثلا يعني إيران مثلا تتأمل بأنه السياسة الجديدة الأمريكية سيعودون إلى الاتفاقية النووية، وهذا من حقها لأنهم تعهدوا قد يكون لديهم تعهدات بذلك، أو قد يكون لديكم جزء من البرامج الانتخابي الذي قام به جو بايدن يشير دلالاتها إلى ذلك، قد يتحسن العلاقة مع إيران نوعا ما، وهذا من حقها أن يحلل بهذه الطريقة، وكل من يحلل المسألة على طريقته الخاصة، لكن السياسة الأمريكية سياسة ثابتة لا تتغير، تعتمد بالدرجة الأولى على تأمين مصالحها وحماية مواطنيها بالدرجة الأولى، لا يهمها لا مصلحة الشعب السوري ولا مصلحة جميع الشعوب المناضلة في يعني العالم. هذا هو الهامش الذي نتحدث به، المصلحة الاستراتيجية الأمريكية أستاذ صلاح الدين يتم تحقيقها بأكثر من طريقة. شهدنا على أيام الرئيس باراك أوباما بأنه قام بإفراغ الترسانة الكيماوية كما يدعي من نظام أسد، وبالتالي تم استخدام الأسلحة الكيماوية لاحقا، كانت سياسات أكثر ليونة ويعني أقل تشدد، بينما مع الرئيس ترامب يعني لاحظنا استهداف لشخصيات كان لها يعني أثر في الملف السوري، ارتكبت جرائم حرب وكانت من ضمن المؤسسين لهذه الجرائم مثل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أيضا. هل السياسة القادمة لتحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية ستكون على حساب الشعب السوري؟ هل من الممكن أن تنظر يعني بطريقة مختلفة لحل هذا الملف؟ أختي أحلام، ابتداء القضية السورية هي جزء من مشروع كبير في المنطقة، ويعني عندما تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تتكلم عن الملف السوري فقط، الموضوع هو موضوع كبير في المنطقة، وتركيا موجودة، إيران موجودة، إسرائيل موجودة، الإمارات، السعودية موجودة، وكل دولة لها سياستها في المنطقة. المختصر الذي أريد أن أتكلم به، وهذه قراءتي كذلك الشخصية، أن الولايات المتحدة وحتى الغرب يسعون لتكون إسرائيل هي القوة الاقتصادية العظمى والقوة الأمنية والقوة طيب العسكرية. يعني ولكن أستاذ صلاح الدين، يعني ألا ترى بأنه اليوم المنطقة بكل الدول التي فيها هي غير قادرة على مواجهة إسرائيل؟ يعني ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية هو محقق فعلا اليوم على الأرض، الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل، الاتفاقيات الأخيرة التي وقعت معها. يعني أعتقد أو يعني يعتقد بعض المراقبين أنه هذه نظرية المؤامرة يعني هي أبعد ما تكون اليوم عن التحقيق، بحكم أنها موجودة ومحققة يعني بتفاصيل منها بما يخص سوريا أستاذ صلاح الدين، وبعيدا يعني عن هذه السيناريوهات التي قد يطول النقاش بها، هل ترى بأنه سنشهد سياسات جديدة؟ أنا ما كنت أريد أن أقوله من خلال يعني فرشي للمنطقة وعرض المنطقة ككل، أن الولايات المتحدة لا ترتبط بأعمالها من حيث الدافع الإنساني أو الدافع القيمي أو الدافع الأخلاقي، كما تفضل الأستاذ محمود الدافع الأساسي هي المصلحة، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. هل هي مع الشعب السوري أم لا؟ إن كانت مع الشعب السوري وتوافقت معه وتطابقت معه تمشي، وإن كان بعكس الشعب السوري ما عندها المانع أن يذبح 5 ملايين آخرين. هذه السياسة العامة بشكل خاص. الآن الدراسة، الوضع المتأزم على المستوى الروسي التركي في منطقة في أذربيجان وغيرها، هل له ارتباط في الملف السوري؟ يقينا له ارتباط في الملف السوري، وأنت تشهدين تصعيد من قبل الروس وعصابات الأسد على إدلب وعلى المناطق المحررة خلال ال10 أيام الماضية. هذا التأزيم سيستمر أم لا؟ هل من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا انفجار الوضع في منطقة الشمال السوري وإدلب؟ هل من مصلحتهم تأزيم الوضع ل6 أو 7 ملايين موجودين في المنطقة يعني من هذا ما أسألك السوريين؟ عنه. هل هذا الأمر،
هل هذا الأمر انفجاره هل لصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها غير حتى لا تهتم كثيرا في حلفائها الأوروبيين؟ هل هذا الضغط ربما ينتج عنه ملايين السوريين الذين سيتوجهون إلى أوروبا؟ هل هذا سيشكل ضغط ربما يسقط حكومات في أوروبا؟ هذا التحرك بالتالي الروس ونظام الأسد والإيرانيين يضغطون بإنهاء الملف بشكل كامل. والحقيقة أنا يعني ملفت للنظر عندما أسمع المبعوث الأمريكي الذي استقال يقول أن الولايات المتحدة أو ربما سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القادمة هي التضييق الشديد على حزب العمال الكردستاني. هذا الكلام طبعا يتعارض مع تصريحات سابقة وكثيرة من المسؤولين عن الملف مباشر أن هؤلاء الناس وقفوا معنا وقتلوا داعش وكذا وكذا، نحن لا نتخلى عنهم بهذه السهولة. نعم، يعني هم يتحدثوا عن قوات سوريا الديمقراطية بتلك التصريحات على الرغم من ارتباطها مع البيكيكي. هل هذا الكلام يعني أنه إنهاء الملف بشكل كامل، إخراج المظهر الخارجي لحزب العمال الكردستاني أو القوات سوريا الديمقراطية لإنهاء الملف لصالح بشار الأسد واستتباب الأمن له، وبالتالي هو تدمير المنطقة الشمال السوري بما فيها بشكل معلن يعني، أما الباطن بشيء ربما يكون شيء آخر أنه بيكون ضمنا متفقين ما بين نظام الأسد وحزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية كما حصل لقاءات وغزل وتواصلات وحتى وسطات كثيرة حتى من بعض الدول العربية لإنشاء علاقة معينة ما بين قوات سوريا الديمقراطية ونظام دمشق بشار الأسد وغيره. هذه المسائل الحقيقة متقلبة، أين ستصل النتيجة؟ الأيام القادمة أنا أعتقد أن يعني كلامي النهائي أن الأيام القادمة في حال التصعيد وليست استقرار تجاه القضية في لبنان وتجاه القضية في سوريا وتجاه إيران، الملف في تصعيد من الجهة الأمريكية والروسية، أين سيصل هذا التصعيد؟ الله أعلم. طيب أستاذ محمود، كيف تنظر إلى ما جاء به الأستاذ صلاح الدين؟ هل ترى بأنه فعلا الولايات المتحدة اليوم تنوي القضاء على البيكيكي أم أنها تصريحات لإرضاء جمهور ما؟ أنا أعتقد أنه لو يوجد نية حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على بيكيكي لقضى عليها خلال فترة قصيرة جدا، لكن أنا أعتبرها بالدرجة الأولى تصريحات إعلامية وتصريحات تكتيكية لإرضاء حتى إرضاءنا نحن الذي نعتبر بأن أمريكا نحن حلفاء الأمريكان في المنطقة، لماذا في حربها ضد داعش وتحقيق الديمقراطية وما إلى هنالك. لكن مثل ما قلت أنه تصريحات السياسة التعامل بالتكتيك السياسي مع الشعوب العربية عامة والشعوب في الشرق الأوسطية عامة وسوريا تحديدا، لأنه الملف السوري شائك جدا ومتشعب. إذا نظرنا إلى الضحايا، إذا نظرنا إلى الخراب، إذا نظرنا إلى الدمار، أين كانت الأمريكان؟ مرة تصرح بأننا قلقون، مرة تصرح بأننا خائفون، مرة تصرح بأننا يجب أن نعمل، مرة أخرى تصرح بأن سيكون المصير فلاني. كل هذه التصريحات ما زالت تصريحات تكتيكية وليست لها مقارنة بالواقعية تماما إلى حد اليوم. لكن ما سيجري في المستقبل لا سيما بإتيان الحكومة الجديدة أو السياسة الأمريكية الجديدة قد يكون هناك تغييرات. طيب أستاذ محمود، يعني اليوم أنت كرئيس المجلس الوطني الكردي، هل تستقرئ سياسات جو بايدن المستقبلية تجاه مناطق شمال شرق سوريا وخصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوات سوريا الديمقراطية أنشئت في الوقت الذي كان فيه جو بايدن نائب رئيس؟ نعم، بالنسبة لجو بايدن قد يكون له سياسات مثل ما قلت في البداية مختلفة نوعا ما من الذي قبله من دونالد ترامب. دونالد ترامب أيضا كان له إيجابيات كبيرة وبنفس الوقت سيئات أو سلبيات، لكن جو بايدن بالنسبة للمنطقة أو المنطقة الكردية، منطقة الجزء الكردستاني الملحق بسوريا، قد يكون له نظرة أخرى، وبالنسبة للقضية الكردية عموما قد يكون له نظرة أخرى.
نتذكر عندما كان له لقاء مع زعيم الأمة الكردية الرئيس مسعود برزاني، قال له إنني وأنت سنرى الدولة الكردية. فنحن الشعب الكردي نترجمها بأنه يحترم إرادة الشعب الكردي وقد يساهم بشكل فعال في تحقيق طموحات الشعب الكردي في المستقبل، لكن كل هذه الأمور ننتظرها للمستقبل القريب حقيقة لنتأكد من مدى جدية وصحة هذه التصريحات أو هذه الدلالات. لا نستطيع أن نطمن أو نصرح بأي شيء 100%، لأنه في السياسة 100% أو المطلق يعني لا غلط يوجد جدا. مطلق، هو استقراء فقط وقراءة يعني بما ستأتي به الأيام. نحن نستطيع أن نقول كلمة واحدة فقط، نحن متفائلون بتغيير السياسة الأمريكية باتجاه الإيجابي، لكن المطلوب الأساسي هو مننا نحن السوريين إجمالا والكرد خصوصا. لو كنا فعلا أذكياء في بداية الثورة السورية لكنا قد اتفقنا جميعا على المصير المشترك وعلى الهدف الواحد وهو إسقاط السلطة الدكتاتورية في دمشق، لكننا تعاملنا مع بعضنا بالعداء، تعاملنا مع بعضنا بالتفرقة العنصرية، تعاملنا مع بعضنا بعدم رؤية بعضنا البعض. لذلك ما آلت إليه الآن لنا سبب، مثل ما بيقولوا نحن لنا ذنب كبير في هذه المسألة إجمالا الشعب السوري يعني والشعب الكردي أيضا. أما بالنسبة للحقيقة أنه ما سيجري وما ما ما نستقرأ من المسألة، قد يكون هناك تغييرات لكن لا نستطيع أن نحددها اليوم بأنها سيكون كذا وكذا، لأن كل ذلك مربوط ومرهون بالسياسة الأمريكية وبالشخصيات الجديدة التي تستلم زمام الأمور في المؤسسات الشرعية الأخرى بالحكومة الجديدة. نعم أستاذ صلاح الدين، اليوم الشارع السوري بشكل عام يعني بجولة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي ترى من تعليقاته بأن هنالك تخوف من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وأيضا مع استقالة جيمس جيفري هنالك تخوف من علاقة الولايات المتحدة مع روسيا، من علاقة الولايات المتحدة مع إيران، وكما نعلم أن المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة هي الأهم بالنسبة لها. هل ترى بأن هذه المخاوف في الشارع السوري هي محقة أم مبالغ بها؟ والله ابتداء يعني أكيد محقة، لأننا نقول أننا جربنا كل الرؤساء، جربنا الديمقراطيين وجربنا الجمهوريين، جربنا أوباما وجربنا ترامب، والحقيقة سياستهم لم تتغير، بالعكس ما زال الملف السوري يلتهب، وما زالت النيران تأكلنا، تأكل أهلنا وشعبنا وتأكل مناطقنا، وبالعلن يصرحون ضد بشار الأسد وغيره، لكن بالفعل بالداخلي كما تفضل الأستاذ محمود، لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي قوات سوريا الديمقراطية ب 24 ساعة، 24 ساعة ما تأخرت وانتهى الملف بشكل كامل، وكذلك الأسد. وبالتالي يعني تخوف السوريين من هذه الاضطرابات ومن هذه التغييرات أنها ربما تزيد، ربما يدخلوا صفقة، يعني أنت تعلمين في فترة من الفترات عندما ضيقوا وأعلنوا أنهم سيقصفون سوريا وينهون بشار الأسد على أثر مجزرة الغوطة الكبرى في قصة الكيماوي، بعدها حصلت الصفقة من خلال وسطاء دخلوا، ربما يقال أن إسرائيل هي الوسيط. ولكن هذه هي يعني السياسة الأمريكية بشكل عام، ألا ترى بأنه اليوم هنالك فرصة أمام المعارضين السوريين والكيانات التي تدعي تمثيل الشعب السوري لأن تقدم ما هو أكثر جدية لهذه الإدارة الجديدة لتؤمن بها وبالتالي تقوم بتنفيذ حلول ما على الأرض؟ أحسنتي أحسنتي أحسنتي، أنا أقول هذه القضية، يعني كنا نتكلم عن سياسة الولايات المتحدة وتخطيطها وتفكيرها ومتوقع ما ستقوم به الإدارة الجديدة أو الإدارة التي سبقت، هذا كلام مهم جدا، لكن الأهم في القضية نحن ماذا نفعل، ماذا سنفعل نحن، ما هي الملفات التي نقدمها. أنا أقول ضياء الحق بباكستان في الثمانينات القرن الماضي قال لا نستطيع أن نجلس على الطاولة إلا إذا ملكنا الملف النووي، القنبلة النووية، وخلال فترة قرر أن ينجز وأنجز واستطاع أن يجلس على الطاولة بقوة. ما هي الأوراق أحلام، ما هي الأوراق
التي بين أيدينا. نحن نجلس جلسات كثيرة وندوات كثيرة ولقاءات مع كل الدول من أكبرها إلى أصغرها، وزراء خارجية ورؤساء ودول. ما هي الأوراق القوية التي بين أيدينا نستطيع أن نضعها على الطاولة؟ إن لم تكن عندنا أوراق قوية ونجمع أوراقنا كما قال الأستاذ محمود كذلك، نجمع قوانا ونقرب وجهات النظر، ثم ننطلق انطلاقة جديدة بملف جديد، بأدوات جديدة، بآليات جديدة، بشخصيات جديدة، بطريقة جديدة، نتقدم بعدها إلى الإدارة الأمريكية وإلى غيرها، على أننا أقوياء مرتبطين، من يقفون أو يجلسون أو يحاورون أو ينطلقون ليكونوا وفودا، هم يمثلون الشعب السوري ويمثلون روحه وأفكاره ومبادئه. بهذه الطريقة تلاحم كبير وتفاهم كبير. يعني أنا يؤسفني أن أقول في كثير من المواطن 5 يذهبون معا يجلسون جلسة واحدة، في الجلسة الواحدة يختلفون، كل واحد يقول أنا مطالبي كذا. حتى هؤلاء الذين هم وفدا واحدا من المعارضة السورية لم يستطيعوا أن تكون لهم ورقة واحدة، وهذا مؤلم ومحزن ومؤسف. نحن بحاجة الآن انطلاقة جديدة، كما قلت أختي أحلام، نحن بحاجة إلى انطلاقة جديدة، فريق جديد. عندنا الآن 2 أو 3 أشهر لتنطلق الإدارة الجديدة الأمريكية. يا معارضة، يا ثورة، يا من أنتم تتقدمون وتعملون، هلا جلستم جلسة مهمة، جلسة لوبي، جلسة مطبخ متكامل، تجلسون وتخرجون بورقة متكاملة. هل هنالك أسس يا أستاذ صلاح الدين يعني اليوم لأن تجلس المعارضة على طاولة واحدة وتفاوض باسم الشعب السوري والثورة السورية بشكل مباشر؟ لم أسمع السؤال. هل من أسس حقيقية تؤسس لهذا النوع من العمل، وخصوصا أنه يستلزم تضافر جميع الجهود وتضافر أيضا جميع الكيانات الموجودة؟ والله يا أختي طبيعي في أسس. هلأ أولا يعني الذي نريد أن يجمعنا هو المواطن السوري، حرية المواطن السوري بكل أشكاله وأصنافه وأديانه ومذاهبه وطوائفه، حريته لينطلق يختار ما يريد، العربي والكردي والتركماني والنصراني والمسلم والدرزي والجميع. هذه الأسس ربما تحتاج إلى تأصيل، ربما تحتاج إلى ضوابط، والله لقد عملوا عليها كثيرا ووصلنا إلى مبادئ. وأنا أرى أن لا نتحدث عن الحالة النظرية يا صلاح الدين، نتحدث عن الحالة العملية الفعلية اليوم. أيوة، هل المعارضة السورية جاهزة لأن تتحدث باسم الشعب السوري وتنسى كل الميزات والتبعيات التي تقوم بها لدولة أو لأخرى، لإقليم أو لآخر؟ أحسنتي أحسنتي أحسنتي. أنا أقول القائم الآن، القائم الحالي الآن ليس مؤهلا أن ينطلق هذه الانطلاقة، لكن حتى لا نيأس أقول هل نستطيع أن ننطلق؟ هل نستطيع خلال هذه الأشهر، خلينا نقول 6 أشهر، ألا نستطيع أن نجمع أوراقنا لو أردنا وتخلينا كما تفضلت؟ نتمنى يا أستاذ صلاح الدين. دعني أشارك معك وأيضا مع الأستاذ محمود الاستطلاع الذي نجريه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. سألنا متابعينا أنه هل ستستمر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بنفس سياسات ترامب تجاه الملف السوري؟ بنسبة 24% بتشوف أنه نعم ستواصل ما تقوم به من ضرب للإيرانيين وتنسيق مع الأتراك، وبنسبة 76% بتشوف أنه لا، ستتقرب أكثر من روسيا وتحاول إيجاد تفاهمات مع إيران حول سوريا. أستاذ محمود، يعني كيف تنظر إلى هذا الاستطلاع وأيضا نتيجة الاستطلاع؟ والله نتيجة الاستطلاع نتيجة استطيع ان اقول انه قريبة من الواقع، لا سيما انه الدول العظمى تهمها مصلحتها كما اشرت اليه في البداية، مزيد من التفاهم مع روسيا. يعني دولتين عظميين في المنطقة يعني مو من مصلحتهم يتصارعوا صراع حقيقي فعلي على الأرض، لذلك هما يعني الهدف الأساسي انه يتاجروا بمصائر شعوب المنطقة ويستثمروا خيراتها.
التقرب من إيران أيضا كمان أنا لا أستغرب سيتقرب من إيران، لكن بخصوص الاتفاق النووي بالدرجة الأولى سيعيد التوافق أو الدخول للاتفاق النووي الذي أنهى دونالد ترامب في 2018، في أعتقد آب 2018 سيعود إلى هذه الاتفاقية، لكن لا نستطيع أن نقول بأنه سيتم تغيير جميع العلاقات مع إيران لترجع إلى مسار سليم ولمصلحة إيران بالدرجة الأولى. قد يكون هناك أيضا التشديد على عودة القوى الإيرانية الإرهابية في منطقتنا والتي ساهمت في تدمير سوريا، عودتها إلى مناطقها إلى إيران، قد يكون هناك تشديد من هذه الناحية، لكن الدخول إلى الاتفاق النووي وتحقيق مصالحها المستقبلية هذا أمر طبيعي وقريب من الواقع. الأهم في كل المسألة أخ أحلام أنه إذا تغير الحكومة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي، نعم تغير، هذا نراه بأم أعيننا، نتائج انتخابات أعلنت وجو بايدن سيقوم استلام زمام الأمور، لكن هل تغير الشعب السوري؟ هل تغيرت المعارضة السورية؟ هل تغيرت جميع الفصائل، جميع المنظمات، جميع الكيانات داخل سوريا، هل تغيرت؟ قيد أنملة، ما زالت مستمرة على نهجها، ما زالت مستمرة على التفرقة فيما بينها، ما زالت مستمرة على زيادة النعرات حتى الطائفية والقومية فيما بينها. نحن الكرد في المنطقة الكردية لنا حقوقنا واضحة وأهدافنا واضحة، هو دحر النظام، إسقاط النظام السوري المجرم، والإتيان بالبديل الديمقراطي في سوريا حرة ديمقراطية متعددة برلمانية لكل السوريين. هل اقتنعت جميع المعارضة بهذا المبدأ لنكون يدا واحدة ونساهم؟ هل جميع الكرد في مناطق الكردية على صفحة واحدة أيضا؟ يعني كنا نتحدث في خلال الأيام العشرة الماضية عن حوار كردي كردي وتقارب كردي كردي، يعني الانشقاقات تأتي حتى من ضمن المكونات الأقل ومن ثم إلى الأكثر. أستاذ صلاح الدين، يعني رأيك بالاستطلاع ونتيجته أيضا؟ يعني ربما يكون حق السوريين أنه يقولوا هكذا، كما قلت لأن الألم مستمر والجرح نازف مستمر لمدة 10 سنوات، لكن ربما تكون النسبة فيها زيادة، لكن أنا أتوقع والاحتمال قائم بين 50%، ربما يرجح أكثر بقليل، وهذا الكلام متوقع جدا، لأنه كما قال الأستاذ محمود وما قلنا في السابق أن الذي يعني المتوقع هو تقرب الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الجديدة من روسيا أكثر. طبيعي وارد. القصة ربما تجاه قضية الحل، ربما قضية الحل طبعا يكون ليس بالضرورة أن يكون لصالح الشعوب، ممكن أن يكون جزء منه لصالح الشعوب، لكن هل تتحقق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والروس مع الإيرانيين في هذه المسألة؟ هذا التدافع يعني نحن السوريون لو استفدنا منه واستطعنا أن ندخل من خلال زوايا أو ثغرات قليلة خلال السنوات السابقة لنجحنا بشكل كبير، لكن ضمن صوت واحد وموحد، ولا يعني أنهم عندما يتفقون. يعني نتمنى هذا التوحد يا صلاح الدين، ولكن سنتابع طبعا يعني هذه التغيرات في المستقبل. شكرا جزيلا لك صلاح الدين الحموي المعارض والسياسي، كنت معنا من اسطنبول. أشكر أيضا محمود برو رئيس المجلس الوطني الكردي في النرويج كان معنا من أوسلو، شكرا لكما. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.